ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا. ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا تكون إلا بشرطين، إلا بشرطين ذكرهم الله في القرآن. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، وليس كما يكون من ملوك الدنيا الذين يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولو كان عنده ذنوب يستوجب بها دخول النار أو دخل بها النار، أو دخل بها النار، فهذا مؤمن تنفعه الشفاعة بإذن الله. أما الكافر فلا تنفعه الشفاعة إلا ما استثني من شفاعة أبي طالب، وهذه خاصة. نعم. ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا. إذن الله بعد الإذن من الله والرضا من الله. نعم. كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الشرط الأول، إلا لمن ارتضى رضي الله قوله وعمله، وهو المؤمن، المؤمن الموحد العاصي الذي عنده معاصي دون الشرك. نعم. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الثاني، أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه جل وعلا لعظمته وجلاله، لا أحد يتقدم الشفاعة عنده إلا أن يأذن له. وقال تعالى ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يتقدم للشفاعة في أهل الموقف يخر ساجدا بين يدي ربه حتى يؤذن له ويقال له ارفع راسك وقل يسمع واشفع، أو سل تعطى واشفع تشفع، يؤذن له ولا يشفع ابتداء إلا بعد أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى. نعم.